في الواقع أفضل ما نبتدئ به هذا الحديث في هذه الليلة المباركة والشريفة والعظيمة على الله سبحانه وتعالى بعض المقاطع التي وردت في زيارة صاحب هذه الليلة، حيث نقرأ في الزيارة الواردة بمناسبة هذه الليلة الشريفة والمباركة مقاطع هذه المقاطع، أحاول أن أقف عندها بما يتيسر له الوقت. في هذه الزيارة نقرأ: اللهم بحق ليلتنا هذه ومولودها وحجتك وموعودها التي قرنت إلى فضلها فضلا، فتمت كلمتك صدقا وعدلا، لا مبدل لكلماتك ولا معقب لآياتك. طبعا في كل جملة من هذه الجمل الشريفة أبحاث دقيقة علمية تبين مراتب ومقامات الحجة عليه أفضل الصلاة والسلام، ولكنه أحاول أن أقف عند بعض هذه المقاطع، منها هذا المقطع حيث يقول أو تقول الزيارة: نورك المتألق وضياؤك المشرق والعلم النور في طحياء الديجور الغائب المستور، إلى أن تقول الزيارة: والملائكة شهده والله ناصره ومؤيده إذا آن ميعاده، والملائكة أمداده سيف الله الذي لا ينبو ونوره الذي لا يخبو. بعد ذلك تقول: مدار الدهر، من عناوين الحج عليه أفضل الصلاة والسلام أنه مدار الدهر. ثم تقول الزيارة: والمنزل عليهم، أي ولاة الأمر، والمنزل عليهم ما يتنزل في ليلة القدر. فيما يرتبط بالمقطع الأول وهو نورك المتألق أو ونوره الذي لا يخبو، أنتم عندما ترجعون إلى القرآن الكريم وترجعون إلى الروايات تتضح لكم هذه الحقيقة، وهي أن الله سبحانه وتعالى يقول عن نوره هذه الجملة، يقول: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. إذن التفتوا جيدا، الدعاء والزيارة تقول هذه الحقيقة، أن الحجة عليه أفضل الصلاة والسلام هو نور الله المتألق، والقرآن الكريم يقول: ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، والله متم نوره ولو كره الكافرون. هذه الآية مرتين وردت في القرآن، مر بعبارة ويأبى الله ومر بعبارة والله متم نوره، هذه في سورة التوبة وتلك في سورة الصف. إذن اطمئنوا أن الله سبحانه وتعالى
إذا وعد وعدا لا يخلف الميعاد. الله سبحانه وتعالى وعد في قرآنه بأن هذا النور سيتمه ولو كره الكافرون، وحيث أن الله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد إذن سيتحقق هذا النور الإلهي بعد ذلك اليوم أو قصر. أيضا عندما نرجع إلى الروايات نجد نفس هذه الحقيقة واضحة جلية. أنا أكتفي فقط بنقل رواية واحدة في هذا المجال من نوادر الأخبار للفيض الكاشاني رحمة الله تعالى عليه. الرواية تقول، الرواية عن الصادق عن آبائه عن أمير المؤمنين قال: قال رسول الله لما أسري بي إلى السماء أوحى الله إلي ربي جل جلاله فقال: يا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اطلعت على الأرض اطلاعة فاخترتك منها فجعلتك نبيا وشققت لك من اسمي اسما فأنا المحمود وأنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم اطلعت الثانية فاخترت منها عليا وجعلته وصيك وخليفتك وزوج ابنتك وأبا ذريتك وشققت له اسما من أسمائي فأنا العلي الأعلى وهو علي. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الرواية طويلة إلى أن تصل إلى هذا المقطع. فقلت: نعم يا رب. فقال عز وجل: ارفع رأسك. فرفعت رأسي وإذا أنا بأنوار علي وفاطمة والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي ومحمد بن الحسن القائم في وسطهم عليه أفضل الصلاة والسلام. فما دام الإخوة قاموا شوي تقدمون للأمام أخشى مكان معكم. محل الشاهد الرواية تقول: بعد أن عددت الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام وانتهت إلى الإمام الثاني عشر، تقول: كأنه في وسطهم كأنه كوكب دري. اللهم صل على محمد وآل محمد. التفتوا جيدا، هؤلاء كلهم أنوار إلهية، ولكن الحج عليه أفضل الصلاة والسلام في وسطهم كأنه كوكب دري. أنا لا أستطيع لأن الوقت ضيق، مطالب كثيرة أريد أن أبينها إن شاء الله في هذه الليلة، فلهذا أكتفي بالروايات بهذا القدر. ولكنه بعض الأحيان بعض التساؤلات ما أعبر عنها تشكيكات تأتي من هنا وهناك، والبعض يتصور أن الأدلة والروايات الواردة في إثبات الحجة المنتظر عليه أفضل الصلاة والسلام روايات قليلة مثلا، أو إذا كانت كثيرة ليست بذلك العدد الذي يمكن الاعتماد عليه ونحو ذلك. فقط أنا أرجع الإخوة إلى بعض المصادر التي ذكرت عدد الروايات الواردة في الحجة عليه أفضل الصلاة والسلام. الإخوة بإمكانهم أن يرجعوا إلى كتاب الإلهيات للشيخ السبحاني الجزء الثاني
صفحة 635 هناك حدودا يفهرس 3000 رواية في الحجة عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا مصدر. مصدر آخر أن أوجه الإخوة إليه في البحار المجلد 36 من صفحة 226. طبعا هذه الروايات عامة تقول أن الأئمة 12، وهذه الروايات جميعا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلهذا عنوان الباب في المجلد 36 من البحار نصوص الرسول وآله عليهم السلام. في هذا الباب يذكر عن رسول الله 234 رواية، وهي فقط من طرقنا في أن عدد الأئمة ماذا؟ 12. أقرأ رواية واحدة، يقول الرواية عن قال رسول الله: الأئمة من بعدي 12، أولهم أنت يا علي، وآخرهم على يديه تفتح مشارق الأرض ومغاربها. ثم تبين الروايات 200 صاحب البحار يبين 234 رواية فقط عن الرسول الأعظم في أن الأئمة 12. والذي بين هذا المطلب بنحو أوضح من الجميع أستاذنا السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه في هذه الرسالة القيمة حول المهدي عليه أفضل الصلاة والسلام. في هذه الرسالة السيد الشهيد في صفحة 53 يقول: فكرة المهدي بوصفه القائد المنتظر لتغيير العالم إلى الأفضل قد جاءت في أحاديث الرسول الأعظم عموما، وفي روايات أئمة أهل البيت خصوصا، وأكدت في نصوص كثيرة بدرجة لا يمكن أن يرقى إليها الشك، وقد أحصي 400 حديث عن النبي من طرق إخواننا السنة في المهدي عليه أفضل الصلاة والسلام. مو فقط هذا المقدار، التفتوا إلى العدد الذي يذكره الأستاذ الشهيد، يقول: كما أحصي مجموع الأخبار الواردة في الإمام المهدي من طرق الشيعة والسنة فكان أكثر من 6000 رواية. شوفوا، التفتوا للمطلب، لعله نحن لا توجد عندنا أي قضية أخرى وأي مسألة أخرى فيها هذا العدد من الروايات، 6000 رواية. يقول السيد الشهيد: وهذا رقم إحصائي كبير لا يتوفر نظيره في كثير من قضايا الإسلام البديهية. القضايا البديهية في الإسلام أيضا لا يوجد فيها مثل هذا العدد من الروايات، ولكن هذا العدد ورد في إثبات المهدي عليه أفضل الصلاة والسلام بمختلف الخصوصيات الواردة في ذلك. طبعا ممن تنقل هذه الروايات؟ الروايات التي تنقل من أمثال البخاري ومسلم والترمذي وأبي داود ومسند أحمد ومستدرك الحاكم على الصحيحين وأمثال هؤلاء من أكابر علماء السنة. إذن في اعتقادي أن مسألة المهدي الموعود عليه أفضل الصلاة والسلام ليست مسألة قابلة للشك والنقاش إلا من إنسان قاصر في ذهنه وفكره أو مغرض. أحد أمرين: إما إنسان قاصر يعني فكره ليس فكرا سليما، وإما إنسان مغرض. وإلا الإنسان الذي يراجع الأدلة، طبعا هذه على مستوى الروايات فقط، وإلا الآيات التي وردت في القرآن الكريم وبين في ذيلها أن المقصود من تلك الآيات هو الحجة المنتظر عليه أفضل الصلاة والسلام، فهي أيضا كثيرة جدا، الآن لا مجال لذكرها هنا. المسألة الأساسية التي أريد أن أطرحها في هذه الليلة بخدمة الإخوة
هي ما هي المسؤوليات الملقاة على عاتق الأئمة عموما وعلى عاتق الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه خصوصا؟ أنتم تعلمون جميعا بأن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام هناك مسؤوليات كثيرة في أعناقهم، وهذا مما لا ريب فيه، سواء على مستوى حفظ الشريعة، على مستوى بيان الشريعة، على مستوى الدفاع عن حصون الشريعة، على مستويات مختلفة. لا إشكال ولا شبهة أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام هم الذين حفظوا هذه الرسالة إلى يومنا هذا، وهذه أمور أتصور أنها من الواضحات، لا تحتاج إلى بيان كثير، وبحمد الله تعالى كثير من الإخوة الحضور من الطلبة. ولكن النقطة التي أريد أن أقف عندها في هذه الليلة هذا المقطع الذي جاء في الزيارة، حيث قالت الزيارة مدار الدهر، أن الحج عليه أفضل الصلاة والسلام هو مدار الدهر، محور هذا العالم. ما معنى هذه الجملة؟ لكي تتضح هذه الجملة بالمقدار المناسب لهذا المجلس الشريف، هو أنه لا بد أن تعرفوا أن الله سبحانه وتعالى اقتضت حكمته على أن يجري الأمور من خلال أسباب ومسببات، هذا قانون عام في هذا العالم. يعني أن الإنسان إذا أصيب بالعطش لكي يرفع العطش يحتاج إلى شرب الماء، وإذا جاع لكي يرفع الجوع يحتاج إلى تناول الطعام، وإذا مرض لكي يرفع المرض يحتاج إلى طبيب يعالجه ونحو ذلك. أنت ارجع إلى حياتنا العادية والاعتيادية تجد أن الله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء يريد الإنسان أن يصل إليه، جعل هناك سببا موصلا إلى تلك النتيجة وإلى ذلك المسبب. طبعا أنا أعبر سبب ومسبب لأن الروايات الواردة عن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام عبرت عن الأشياء بالأسباب والمسببات كما سنقرأ في بعض الروايات. النكتة المطروحة هنا هو أنه نريد أن نسأل هذا السؤال، وهو كما أن حياة الإنسان على وجه هذا الأرض مرتبط بوجود هواء سالم، ومرتبط بوجود طعام وشراب وإلى آخر العوامل التي يحتاجها كل إنسان لكي يبقى حيا ويبقى سليما، هل أن الله سبحانه وتعالى ربط وجود هذا العالم ربطا وجوديا وتكوينيا كالربط بين شرب الماء ورفع العطش، كالربط والارتباط بين النار ووجود الحرارة والإحراق، هل ربط وجود عالم الإمكان بشخص معين؟ لو وجد هذا العالم يبقى موجودا، لو عدم هذا العالم يكون ماذا؟ معدوما. خب أنتم تعلمون لو لم يكن هناك هواء نقي وسالم على وجه الكرة الأرضية لما استطاع الإنسان أن يبقى حيا. هنا هذا السؤال يطرح، وهو أنه لو لم يكن الحجة، طبعا عندما أقول الحجة ليس مرادي إمام بعينه، لا، مطلق الأئمة، لو لم يكن هناك إمام على وجه الأرض هل يمكن أن تبقى الأرض أو لساخت بأهلها؟ البحث المهم هو أن نرجع إلى الآيات والروايات لنرى بأن الله سبحانه وتعالى
كما اقتضت حكمته أن يربط وجود حياة الإنسان بوجود هواء سالم وماء وطعام ونحو ذلك. هل ربط وجود حياة الإنسان ووجود الإنسان بوجود إمام على وجه الأرض أو لم يربط ذلك؟ فليست المسألة مسألة تشريعية، مسألة حفظ الشريعة، لا، المسألة مسألة إن صح التعبير مسألة وجودية، مسألة تكوينية. الزيارة التي المقطع الذي قرأناه في الزيارة تقول: مدار الدهر، أن الحج عليه أفضل الصلاة والسلام هو نقطة المحور في عالم الإمكان. الدهر في الروايات قد يطلق ويراد منه عالم الإمكان، ما فوق عالم الطبيعة والمثال، كل ما خلقه الله سبحانه وتعالى. هذا المقطع من الزيارة يقول أن الحج عليه أفضل الصلاة والسلام هو محور ومدار عالم الدهر وعالم الإمكان. يعني هناك ربط وجودي، إذا لم يكن هذا موجودا فذاك أيضا ماذا؟ غير موجود. من قبيل إذا لم تكن النار موجودة فالحرارة ماذا؟ غير موجودة. إذا لم يكن النور موجودا، المصباح موجودا، فالضياء والنور ماذا؟ غير موجود. إذا لم تكن الشمس موجودة فالنهار ماذا؟ غير موجود. مثل هذا الرابط، هل أن الله سبحانه وتعالى ربط وجود هذا العالم بوجود إمام حي بين الناس أو لم يربط ذلك؟ هذا هو السؤال الذي لا بد أن نطرحه، ومن خلال الإجابة على هذا التساؤل يتضح لنا بأنه ما هو دور الحجة عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا كما سيتضح بعد ذلك أن هذا الدور ليس مختصا بالحجة، بل هو موجود ماذا؟ لكل إمام في زمانه وعصره الخاص به. وإنما أنا أريد أن أبرز هذه النكتة، وأن البعض يسأل أساسا ما هي الحاجة إلى وجود إمام ولكن غائب ماذا؟ عن الأنظار. ليست الحاجة فقط هي قيادة الناس سياسيا، حفظ الشريعة، بيان الأحكام، نعم هذه من أهم وظائف ومسؤوليات الإمام المعصوم، ولكن إذا لم تكن هناك موانع، وبعبارة أخرى المقتضي من الإمام موجود للقيادة وللبيان وللدفاع، ولكن المانع غير مفقود، الموانع تمنع الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام أن يظهر نفسه للقيام بوظائفه، ولكن هناك وظائف أخرى، هناك مسؤوليات أخرى، هذه المسؤوليات لا ترتبط بحيثية كونه ظاهرا بين الناس، سواء كان ظاهرا بين الناس أو غائبا عن الأنظار، فإن تلك المسؤولية على عاتقه، ولولاه لما وجد ولما بقي هذا العالم على ما هو عليه. هذه النقطة المهمة. إذن إذا سألنا سائل ونحن من أتباع هذا الإمام، ما هي الضرورة لبقائه حيا ولكن غائب عن الأنظار، مع أنه لا يستطيع أن يقوم بمسؤولية القيادة للأمة، بمسؤولية البيان، بمسؤولية حفظ الشريعة؟ هسه مع الكلام في أن الإمام سلام الله عليه يقوم بهذه الوظائف أو لا يقوم، مما لا ريب به أيضا يقوم بهذه الوظائف وإن كنا نحن لا نقف عليها. هسه لا افترض أنه لا يقوم بهذه المسؤوليات، المهم ما هي ضرورة وجوده مع كونه غائبا عن الأنظار؟ الجواب، نقول كما أن وجود الإنسان لكي يبقى يحتاج إلى وجود الماء، يحتاج إلى وجود الهواء، إلى وجود الطعام،
كذلك لا بد أن يكون هناك إمام حتى تبقى الأرض ويبقى صلاح الأرض. طبعا المسألة أعم من ذلك، حتى يبقى عالم الإمكان، لأن الزيارة تقول هو مدار الدهر عليه أفضل الصلاة والسلام. هذه النقطة. هسا لسائل أن أسأل، وهو أنه إذا اتضحت هذه النقطة وبتعبيرنا اتضح المدعى التصوري، يوجد عندنا دليل على هذه الحقيقة. طبعا أنا لا أريد أن أدخل إلى الأدلة العقلية والفلسفية التي يذكرها المحققون من علمائنا لإثبات هذه الحقيقة، وهي أنه لو لم يكن الحجة لساخت الأرض بأهلها. التفتوا جيدا، بعد ذلك سيتضح لا، ليست القضية فقط مرتبطة بأهل الأرض، بل هي مرتبطة بنفس الأرض، بل يتضح أكثر من ذلك، مرتبطة بعالم الإمكان. لو لم يكن الإمام في كل زمان موجودا لما أمكن أن يوجد عالم الإمكان بقاء واستمرارا. وهذا ما أشارت إليه الروايات، وهذا ما يعبر عنه علماؤنا بأن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام هم وسائط الفيض بين الله سبحانه وتعالى وبين خلقه وبين ما خلقه من مخلوقات. من القرآن الكريم نستطيع أن نشير إلى آية واحدة أكتفي بها وأنتقل إلى البحث الروائي. الآية هي قوله تعالى في سورة المائدة: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هذه الآية تعلمون جميعا بأن شأن نزولها باتفاق الفريقين هو في علي عليه أفضل الصلاة والسلام، وبحسب الروايات الواردة من طرقنا أنها ليست مختصة بأمير المؤمنين، بل هي في علي والأئمة من ولده. إذن والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ليس المراد فقط علي، وإنما المراد علي والأئمة من أهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذه نقطة. والنقطة الثانية أن الآية المباركة أثبتت الولاية الثابتة لله، أثبتتها للذين آمنوا. الآية قالت: إنما وليكم من؟ الله. أولا الآية لم تقل إنما وليكم الله ووليكم رسوله ووليكم الذين آمنوا، يعني لم تكرر الولاية. حتى يقول قائل أن الولاية في الله بمعنى، والولاية في رسوله بمعنى، والولاية في الذين آمنوا ماذا؟ بمعنى آخر. لأن القرآن الكريم عندما يريد أن يشير إلى هذه الحقيقة بعض الأحيان يكرر، من قبيل قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، كرر الإطاعة لأن المتعلق مختلف كما يقولون. أو في آية أخرى قال: أولئك يلعنهم الله. لم تقل الآية واللاعنون، ماذا قالت؟ ها؟ ويلعنهم اللاعنون، كررت، لأن اللعنة من الله شيء، لأن اللعنة من الله ليست لفظا. الله سبحانه وتعالى ما يلزم سبحة يقول اللهم لعن فلان، ها؟ الله فعل قوله فعله، لعنة الله يعني إبعاد الله. أما أنا وأنت لا، لعنتنا تختلف، قد تكون لعنة فعلية وقد تكون لعنة ماذا؟ لفظية. فلهذا نجد أن الآية المباركة ماذا فعلت؟ كررت اللعن، قالت: أولئك يلعنهم الله ويلعنهم ماذا؟ اللاعنون. التفتوا جيدا، أما في هذه الآية في سورة المائدة ما قالت إنما وليكم الله ووليكم رسوله ووليكم الذين آمنوا، حتى لا يأتي هذا الاحتمال. هذا أولا. وثانيا خلوا ذهنكم جيدا يمي،
وثانيا لم تقل الآية إنما أولياؤكم الله ورسوله والذين آمنوا، لأنه لو كانت تجمع لقائل أن يقول بأنه الولاية في الله شيء والولاية في رسول الله شيء والولاية في الذين آمنوا وهم علي وأولاده ماذا؟ شيء آخر. مع أن الإنسان عندما يراجع الآيات السابقة واللاحقة على هذه الآية يجد أن الولي كله جاء بلفظ الجمع إلا في هذه الآية أفرد الولي، ولم يتكرر لا جمع الولي ولا تكرر الولي. خب، إذا اتضحت هذه الحقيقة تعالوا معنا إلى القرآن الكريم لنرى بأن الولاية الثابتة لله سبحانه وتعالى ولاية مرتبطة بالتشريع فقط. ها؟ أولئك الذين يبحثون عن دليل قرآني للولاية التكوينية المطلقة لأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، فليدققوا في هذه الآية المباركة. الآية قالت ماذا؟ إنما وليكم الله. ارجعوا إلى آية سورة الشورى تقول فالله هو الولي. كل أنواع الولاية إنما هي موجودة لمن؟ ثابتة لله سبحانه وتعالى، من ولاية التكوين إلى ولاية التصرف إلى ولاية التدبير إلى ولاية التشريع إلى أي معنى من معاني الولاية أنت فرضتها هذه ثابتة لله سبحانه وتعالى. ثم هذه الآية من سورة المائدة تقول هي ثابتة لله ولرسوله وللذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة. فهذه الآية المباركة لا فقط تثبت ولاية التشريع للرسول وللذين آمنوا وهم علي وأولاده، وإنما ولاية التشريع وولاية ماذا؟ التكوين. وهذا هو الدور الوجودي الذي نريد أن نقوله للحجة عليه أفضل الصلاة والسلام. وكما قلت أنه هذه ليست مختصة بالحجة عليه أفضل الصلاة والسلام، ولكن نريد أن نفهم ما هي ضرورة وجوده مع كونه غائبا عن الأنظار. هذه واحدة من ضرورات الوجود، وهي أنه لو لم يكن موجودا لساخ عالم الإمكان ماذا؟ بأهله، ولا أقل لساخت الأرض ماذا؟ بأهلها، كما هو مضمون جملة من الروايات الكثيرة الواردة بهذا البيان. إذن الدليل القرآني يثبت لنا هذه الحقيقة. ولا أطيل على الإخوة، القرآن الكريم عند قاعدة عامة، كل كمال وكل تصرف وكل جمال وكل حسن إذا أثبته لأحد أولا يثبته بنحو الحصر لله سبحانه وتعالى، وبعد ذلك يثبته ماذا؟ لأولياء الله سبحانه وتعالى. يعني يريد أن يقول القرآن الكريم يريد أن يقول كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، ولكن مع ذلك له مظاهر له آيات له وجودات هي تمثل تلك الحقيقة الإلهية. وهذا ما نعتقده في الأنبياء وعلى رأسهم الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته. فلهذا أنتم تجدون أن هذه الآية المباركة أولا تقول فالله هو الولي، يعني تحصر الولاية عند من؟ عند الله سبحانه وتعالى. وبعد ذلك تقول فهي لله ولرسوله والذين آمنوا، يعني أولا وبالذات هي لمن؟ لله، ولكن الله أعطاها لبعض أوليائه. وكذلك أنت تجد في قوله تعالى سيدنا إذا ممكن فلقيه إذا يمكن لإخوة قيام آخر جزاكم الله رحم الله من ذكر القائمة من آل محمد من هالطرف إذا الإخوة أكو. Thank you.
فلهذا تجد القرآن الكريم مثلا في آيات أخرى أولا يثبت القوة لله جميعا، إن القوة لله جميعا، ولكن مع ذلك في آيات أخرى يقول ماذا؟ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. إن العزة لله جميعا، ومع ذلك يقول إن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. الولاية أيضا كذلك، فهي أولا ثابتة لله سبحانه وتعالى، وهذه الآية طبعا بمطلق معانيها وهي ثابتة لله ولرسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هذا هو الدليل القرآني، أكتفي بهذا. وإلا آيات أخرى موجودة في القرآن، منها قوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة، وهذه الخلافة أيضا مطلقة تشمل كل الأبعاد، ولا أريد أن أدخل فيها أكثر من ذلك. أما الروايات الواردة في المقام فكثيرة جدا، منها هذه الرواية الواردة في الكافي المجلد الأول صفحة 183، الرواية عن أبي عبد الله الصادق أنه قال أبى الله أن يجري الأشياء إلا بأسباب. وهذا ما ذكرناه قبل قليل، أن الله سبحانه وتعالى كان قادرا على أن يوجد الأشياء بلا أسباب، ولكن اقتضت حكمته أن لا يوجد الأشياء إلا من خلال وسائل وسائط، وبتعبير الرواية من خلال الأسباب، فجعل لكل شيء سببا وجعل لكل سبب شرحا وجعل لكل شرح علما وجعل لكل علم أو علم بابا ناطقا، عرفه من عرفه وجهله من جهله، ذاك رسول الله ونحن. التفتوا جيدا، هذه الرواية بعد تربط كاملا نظام عالم الإمكان، أبواب عالم الإمكان هم من؟ هم رسول الله وأهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذه رواية. والروايات الأخرى أنا أكتفي أيضا ببعض هذه الروايات، وردت في البحار المجلد 23 في أول باب من هذا المجلد تحت عنوان الإضطرار إلى الحجة وأن الأرض لا تخلو من حجة. التفتوا، تحت هذا الباب ينقل صاحب البحار رحمة الله تعالى عليه هذا المقدار من الروايات، حتى الإخوة لا يتصورون بأن المسألة رواية وروايتين يمكن مناقشتها سندا أو دلالة. واردة في هذا الباب 116 رواية فقط في هذا الباب، أنا أكتفي بنقل رواية أو روايتين في هذا المجال. الرواية الأولى التي أقرأها هي الرواية العاشرة، الرواية عن الصادق عن أبيه عن علي بن الحسين قال نحن أئمة المسلمين وحجج الله على العالمين وسادة المؤمنين، إلى أن يقول ونحن أمان أهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء، ونحن الذين بنا يمسك الله السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وبنا يمسك الأرض أن تميد بأهلها، وبنا ينزل الغيث، وبنا ينشر الرحمة ويخرج بركات الأرض، ولولا ما في الأرض منا لساخت بأهلها. ثم قال عليه أفضل الصلاة والسلام ولم تخل الأرض مذ خلق الله آدم من حجة لله فيها ظاهر مشهور أو غائب مستور، ولا تخلو إلى أن تقوم الساعة من حجة الله فيها، ولولا ذلك لم يعبد الله. قال سليمان فقلت للصادق فكيف ينتفع الناس بالحجة الغائب المستور؟ قال كما ينتفعون بالشمس إذا سترها
السحاب، يعني أن الشمس تبقى تنفع ماذا؟ تنفع الأرض وأهلها، ولكن هم ماذا؟ لا يرونها فقط. وهذه هي النكتة التي أشرنا إليها، من أن الحج عليه أفضل الصلاة والسلام ينفعنا، وهناك ضرورة لوجوده، ولكن البعض يراه والبعض ماذا؟ لا يراه، لأنه غائب مستور لعوامل أشرنا إليها. وهناك روايات كثيرة، بعد أنا أكتفي بهذا المقدار من الرواية. الرواية 14 أيضا من نفس المجلد، الرواية 20، الرواية 22، الرواية 101 بنفس المضمون، ولعل بعضها مضامينها أوضح من هذا المضمون الذي أشرنا إليه. الإخوة بإمكانهم مراجعة البحار المجلد 23 بهذا البيان الذي أشرت إليه. إذن إلى هنا اتضح لنا بأنه ما هي ضرورة وجود الحجة عليه أفضل الصلاة والسلام مع كونه غائب عن الأنظار. الآن نريد أن نشير إلى بعض الأدوار الخاصة التي أشارت إليها الآيات والروايات للحجة عليه أفضل الصلاة والسلام. هذه الروايات بينت، قالت بنا يعبد، الله سبحانه وتعالى يمسك الأرض أن تقع، يمسك الأرض أن تميد بأهلها، هذه كلها بهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولكن من المسؤوليات الأخرى الملقاة على عاتق كل إمام أيضا، ومنهم الحج عليه أفضل الصلاة والسلام في زمن غيبته. هذا الدور أيضا أشارت إليها الروايات بنحو واضح وجلي. أنا أيضا أقف عند ذلك المقطع الذي أشارت إليها الزيارة، وهي قولهم ولاة الأمر والمنزل عليهم ما يتنزل في ليلة القدر. خب، من هنا لابد أن نقف بأنه في ليلة القدر ماذا يتنزل؟ أنتم تعالوا إلى سورة القدر، تقول تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. هسه هناك بحث مفصل بين علمائنا، ما هو المراد من كل أمر؟ فقط أنا أقرأ لكم هذه العبارة التي يشير إليها، يبينها سيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان المجلد 20 صفحة 332. أنا إنما أذكر المصادر باعتبار أن كل الكلام لا نستطيع أن نطالعه إلا مقدار الحاجة. الإخوة اللي يردون يتابعون القضية والمسألة ويحققون أكثر بإمكانهم الرجوع إلى هذه المصادر. هناك السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول أن المراد من الأمر هو الأمور الكونية والحوادث الواقعة، والمعنى تتنزل الملائكة والروح في الليلة، يعني ليلة القدر، بإذن ربهم لأجل ماذا؟ لأجل تدبير كل أمر من الأمور الكونية. الملائكة والروح يتنزلون على من؟ ها؟ على من يتنزلون؟ شوفوا، التفتوا جيدا. هنا لابد أن نسأل الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، أنه في ليلة القدر ماذا تتنزل الملائكة؟ ماذا تنزل؟ والروح ماذا ينزل؟ هسا أولا الملائكة كما يقولون ألف ولام، جمع معرف بالألف واللام يفيد العموم. وثانيا الروح أيضا، وقد ورد في الروايات أن الروح موجود أعظم من ميكائيل وجبرائيل. هذه كلها الآن أنا لا أريد أن أقف عليها، ولكن النقطة التي أريد أن أقف عليها هذه، وهو أن الروايات تقول أولا السائل أبي ذر قال قلت يا رسول الله القدر، يعني ليلة القدر، شيء يكون بلي.
القدر شيء يكون على عهد الأنبياء ينزل عليهم فيها الأمر، فإذا مضوا رفع. قال لا، بل هي إلى يوم القيامة. هذه مسألة. إذن المسألة الأولى هو أن ليلة القدر فقط في زمان رسول الله أو موجودة في كل سنة؟ الرواية تقول بل هي موجودة في كل سنة إلى يوم القيامة. المطلب الآخر، خب في هذه الليلة ماذا يحدث؟ قال الإمام علي، الرواية عن الإمام الباقر، قال يقدر في ليلة القدر كل شيء يكون في تلك السنة إلى مثلها من قابل، من هذه الليلة إلى السنة القادمة في تلك الليلة يقدر فيها كل شيء، خير وشر وطاعة ومعصية ومولود وأجل ورزق، فما قدر في تلك الليلة وقضي فهو المحتوم ولله عز وجل فيه المشيئة. قب إلى هنا اتضح لنا أولا أن ليلة القدر في كل سنة، وثانيا أنه يقدر فيها كل شيء إلى السنة القادمة، هذه اثنين. قب على من تتنزل الملائكة والروح؟ هنا تعالوا معنا إلى الروايات الواردة في الكافي لنرى بأنه على من تتنزل الرواية، تتنزل الملائكة والروح. الروايات أيضا في هذا المجال كثيرة، منها الرواية الأولى في الكافي الجزء الأول صفحة 247، الرواية هذا مضمونها، يقول قال لك علي إن ليلة القدر في كل سنة، وإنه ينزل في تلك الليلة أمر السنة، وإن لذلك الأمر ولاة بعد رسول الله، فقلت من هم؟ فقال أنا وأحد عشر من صلبي أئمة محدثون. واضحة هذه النقطة؟ إذن على من تتنزل الملائكة والروح؟ تتنزل على كل إمام في عصر ذلك الإمام. إذن في زماننا تتنزل على من في كل ليلة قادرة؟ تتنزل على الحج عليه أفضل الصلاة والسلام، وتعطيه تدبير كل الناس إلى السنة ماذا؟ القابلة. هذه رواية. رواية أخرى في صفحة 248، الحديث الثالث من الكافي الجزء الأول، أيضا بهذا المضمون الذي أشرنا إليه، وإنه لينزل في ليلة القدر إلى ولي الأمر تفسير الأمور سنة فسنة، يؤمر فيها في أمر نفسه وفي أمر الناس إلى آخره، فالمتنزل عليه هو الإمام. وهكذا الروايات الأخرى التي أشارت إلى هذه الحقيقة. إذن الروايات والآيات تشير إلى هذه الحقيقة، وهي أنه واحد من وظائف الحجة إن صح التعبير استلام الميزانية العامة للبشرية في ليلة القدر وتوزيعها إلى ماذا؟ إلى السنة القادمة. تشايفين بأنه بعض الأحيان الخزينة، خزينة الدولة، تستلم ميزانية سنة كاملة حتى تصرفها ماذا؟ في السنة الكاملة، كل بحسب حاجته. في ليلة القدر تنزل الميزانية العامة على من؟ على الحجة عليه أفضل الصلاة والسلام، حتى يوزعها كل بحسبه إلى السنة ماذا؟ القائم، إلى السنة القابلة. هذه أيضا من وظائف الحجة عليه أفضل الصلاة والسلام في زمن الغيبة. من الوظائف الأخرى المهمة التي أشارت إليها الآيات والروايات بنحو واضح هذا المعنى، وهي شهادة الأعمال. هذه النكتة من النكات الأساسية. أنتم تعلمون أن القرآن الكريم يقول يوم القيامة، يعبر عنه يوم يقوم الأشهاد،
مو اكو شاهد شاهدين على كل انسان، بل اكو شهود متعددون على كل انسان. اعضاؤه تشهد عليه. الارض التي اطاع او عصى الله فيها ماذا؟ تشهد عليه. وقالوا لجلودهم، ها شنو؟ ها قالوا. الآيات عجيبة عجيبة في هذا المجال، بأن الجلود تنطق، الأعضاء تنطق، الأرض تنطق، كل شيء. قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. بعد هناك ماكو فرد شيء ناطق وفرد شيء ماذا غير ناطق، لا كل شيء ماذا ينطق، وكل شيء أيضا يشهد على هذا الإنسان يوم يقوم الأشهاد. ومن أولئك الذين يشهدون إمام كل زمان، يعني إمام كل زمان واحدة من مسؤولياته الشهادة على أعمال ماذا؟ على أعمال الناس. والقرآن صريح في هذه القضية، الآيات تقول فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وقوله تعالى ويوم نبعث من كل أمة ها بشهيد. من الواضح بعد هذا مو المراد الشهيد يعني المقتول في سبيل الله، لأنه الأمة ما بها فت شهيد واحد. ومن هنا ذكر المحققون أن الشهيد والشهداء في القرآن لم يستعمل بمعنى المقتول في سبيل الله، وإنما مستعمل بمعنى ماذا؟ بمعنى الشهادة على الأعمال. ومنها هذه الآية حكاية عن عيسى يقول وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. ثم قالت الآية هؤلاء الذين شهدوا في الدنيا ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. خب الآن على أي الأحوال، صلوا على محمد وآل محمد. هذه الصلاة مو مال هذا الجمع، صلوا على محمد وآل محمد ثانية. طيبوا أفواهكم بذكر محمد وآل محمد ثالثة. ما هي الوسائل المزود بها الشهيد يعني الشاهد حتى يستطيع أن يرى الأعمال على ما هي عليه؟ ذاك بحث آخر، لأن الأعمال ليست كلها أعمال ظاهرية، بل بعض الأعمال ما هي مرتبطة بالقلوب من قبيل الرياء، من قبيل النية ونحو ذلك. فلهذا القرآن الكريم يقول ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. خب كيف أن الإمام يشهد على ما تكسب القلوب؟ ذاك بحث آخر. الآن لا أريد أن أقف عند هذه النقطة. إذن إلى آيات تشير إلى هذه الحقيقة، وهي أنه في كل أمة لا بد أن يوجد ماذا؟ شهيد. خب من هو هذا الشهيد؟ كل الأمة؟ لو بعض الأمة؟ أنا أنقل لك بعض الروايات الواردة في هذا المجال. الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام في بعض الروايات الواردة في هذا الباب يقول لا يمكن أن يراد من الشهيد كل الأمة. لماذا يا ابن رسول الله؟ يقول الرواية عن الباقر ولا يكون شهداء على الناس إلا الأئمة والرسل. خب لماذا سيدي كل الأمة لا يكونون شهداء على الناس؟ قال وأما الأمة فغير جائز أن يستشهدها الله وفيهم من لا تجوز شهادته على حزمة باقل، لأنه طاغوت، لأنه فرعون، لأنه فاسق، فاجر، كافر، مرتد. كيف يمكن أن يقال بأن كل الأمة
فاشهدوا، هذا غير معقول. إذن الشهداء من؟ ها؟ الشهداء هم أمة مخصوصة، وهم الأئمة والرسل، والروايات في ذلك كثيرة. خب هؤلاء الشهداء في كل زمان من هم؟ الروايات. أيضا أنا أكتفي في كل موضع برواية واحدة لأن الوقت ضيق. هذه الروايات أيضا وردت في الكافي المجلد الأول صفحة 190. الرواية هكذا: عن الصادق قال أبو عبد الله الصادق: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: نزلت في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاصة. محل الشاهد: وفي كل قرن منهم إمام منا شاهد عليهم، والخاتم صلى الله عليه وآله وسلم ما هو؟ شاهد علينا. ثم الآيات تبين حقيقة أكثر من ذلك، أن الخاتم ليس فقط شاهد على الأئمة، بل هو شاهد على جميع الأنبياء والمرسلين يوم القيامة. يعني مو فقط أنه أنا وأنت نحتاج إلى من يشهد على ما عملنا، فلهذا قالت الآية: ولنسألن المرسلين، يعني أنه الجميع مسؤول يوم القيامة، ومنهم المرسلون يسألون، فيحتاجون إلى من يؤيد ويشهد على صحة أعمالهم. فلهذا ورد في الروايات هذه الرواية: قال عليه السلام: يجتمعون في موطن يستنطق فيه جميع الخلق، فلا يتكلم أحد إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، فيقام الرسول فيسأل، فذلك قوله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، وهو الشهيد على الشهداء والشهداء هم الرسل. التفتوا جيدا، فرسول الله مو فقط شاهد على أعمال أمته، شاهد على أعمال الأئمة، بل شاهد على جميع الأنبياء والمرسلين. إذن واحدة من أهم وظائف الإمامة هي ماذا؟ ها؟ شهادة الأعمال. التفتوا إلى هذه النقطة. إذن هنا يأتي هذا السؤال، وهو أن شهادة الأعمال تتوقف على تحمل الشهادة. الذي يريد أن يشهد على شيء لابد ماذا؟ أن يتحمل الشهادة، وهذا ما أشارت إليه روايات كثيرة واردة عن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام في ذيل هذه الآية المباركة: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. أنت عندما ترجع إلى الكافي يشير إلى أن المؤمنين من هم؟ الروايات بيّنت أن المؤمنين أولا هو رسول الله، ثانيا هو علي عليه أفضل الصلاة والسلام، ثالثا هو الرضا، رابعا قال سألت الصادق عن قول الله عز وجل: اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، قال هم الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذن هذه مسؤولية أخرى ملقاة على عاتق الإمام، كل إمام، ولكن في زماننا ملقاة على عاتق من؟ على عاتق الحجة عليه أفضل الصلاة والسلام، وهو أنه مسؤول عن الشهادة على الأعمال يوم القيامة. التفتوا جيدا، ولكنه مسؤولية أداء الشهادة تتوقف على تحمل الشهادة، ومن هنا وردت الروايات بأن أعمالنا تعرض على من؟ تعرض على الحجة عليه أفضل الصلاة والسلام. ولكنه هذه الأعمال عندما تعرض على الحجة، الأئمة بيّنوا لنا، قالوا: عندما تعرض عليه فلتكن أعمالكم بنحو لا يستاء منها، لأنه عندما يجد الأعمال طالحة وأنها معاصي ماذا؟ يستاء منها. أقرأ لك رواية يقول: سمعت الصادق يقول: ما لكم تسيئون أو تسوؤون رسول الله؟
فقال رجل: كيف نسيئه أو نسيء إليه؟ فقال: أما تعلمون أن أعمالكم تعرض عليه؟ فإذا رأى فيها معصية ساءه ذلك. فلا تسيئوا رسول الله وسروه. هذه الأعمال تعرض على الحجة في كل زمانين. هذه بعض المسؤوليات الأساسية الملقاة على عاتق الحجة عليه أفضل الصلاة والسلام. أنا في ختام هذا البحث أود أن أشير إلى روايتين أو ثلاث فقط للتيمن بهذه الروايات، وأجعل ختام بحثي ختامه مسك. هذه الروايات مرتبطة بانتظار الفرج للحجة عليه أفضل الصلاة والسلام. هذه الروايات كثيرة جدا، أنا أقف عند بعض هذه الروايات من كتاب نوادر الأخبار للفيض الكاشاني صفحة 226. الرواية الأولى وهي الرواية رقم 13: إن ابنيه الحج عليه أفضل الصلاة والسلام من بعدي، وهو الذي يجري فيه سنن الأنبياء بالتعمير والغيبة حتى تقس القلوب لطول الأمد، ولا يثبت على القول به إلا من كتب الله عز وجل في قلبه الإيمان وأيدهم بروح من. فلهذا انظروا إلى هذه النكتة الأساسية، وهي أن الثابتين على الإيمان به عليه أفضل الصلاة والسلام، الإمام يقول: أولئك الذين كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من. الرواية الأخرى واردة في صفحة 249، الرواية هذه قال: انتظروا الفرج ولا تيأسوا من روح الله، فإن أحب الأعمال إلى الله عز وجل انتظار الفرج. هذه رواية. الرواية الأخرى: تمتد الغيبة بولي الله الثاني عشر من أوصياء رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام بعده، إن أهل زمان غيبته القائلون بإمامته المنتظرون لظهوره أفضل أهل كل زمان، لأن الله تعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة الشهادة. والواقع أن الإنسان لم يشاهد ويؤمن واقعا عظيم، فلهذا أثبتوا على هذا الاعتقاد الصحيح الراسخ الذي قلنا في أول البحث بأنه نور الله، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله بالسيف، أولئك المخلصون حقا وشيعتنا صدقا والدعاة إلى دين الله سرا وجهرا. ثم رواية أخرى: طوبى لشيعتنا المتمسكين بحبلنا في غيبته عليه أفضل الصلاة والسلام، الثابتين على موالاتنا والبراءة من أعدائنا. التفتوا إلى هذه الروايات، دائما الموالاة تأتي صنوا مع ماذا؟ مع البراءة من أعدائهم. ليتبادر إلى ذهن أحد أن الموالاة شرف، أما البراءة من الأعداء ماذا؟ ليست من فروع ديننا، لا 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 أبدا، بل هي من أهم فروع ديننا على حد موالاة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. قال: والبراءة من أعدائنا. التفتوا إلى الحديث: أولئك منا ونحن منهم، قد رضوا بنا أئمة ورضينا بهم شيعة، فطوبى لهم ثم طوبى لهم، هم والله معنا في درجتنا يوم القيامة. نرجو الله سبحانه وتعالى
في هذه الليلة المباركة والشريفة التي ينقل صاحب مفاتيح الجنان. واقعا اغتنموا هذه الليلة. الرواية عن الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام سئل عن فضل ليلة النصف من شعبان فقال هي أفضل الليالي بعد ليلة القدر، فيها يمنح الله العباد فضله ويغفر لهم بمنه، طبعا بواسطة الحجة لأنه هو واسطة الفيض. الحمد لله الذي جعل قلوبنا أوعية لإرادته، فاجتهدوا في القربة إلى الله تعالى فيها، فإنها ليلة إلى الله عز وجل آل الله على نفسه ألا يرد سائلا فيها ما لم يسأل المعصية. فأهم دعاء في هذه الليلة اسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل فرجه عليه أفضل الصلاة والسلام، وأن يجعلنا من أنصاره والمدافعين عن إثبات وجوده، ويجعل عواقب أمورنا خيرا. ونسألكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.